من هو مخترع المذياع؟ يمكن تعريف المذياع بأنه جهاز إلكتروني يمكن الاستماع إلى المحتوى الذي يصدره، ويعود هذا الاختراع لاكتشاف موجات الراديو، أي الموجات الكهرومغناطيسية التي يمكنها نقل الموسيقى والكلام أو أي بيانات أخرى يمكن نقلها عن طريق الهواء. كما يوجد العديد من الأجهزة التي تعمل على الموجات الكهرومغناطيسية عدا المذياع، منها أجهزة الميكرويف والهواتف اللاسلكية والألعاب ذات نظام التحكم عن بعد والتلفاز وغيرها الكثير. ساهم اختراع التلغراف والهواء والهواتف في اختراع جهاز الراديو، حيث بدأت تقنية الراديو باختراع التلغراف اللاسلكي. ففي فترة الثلاثينيات من القرن العشرين اخترع سامويل مورس جهاز التلغراف الكهربائي الذي ينقل الإشارات من خلال أسلاك توصيل بين طرفي الاستقبال والإرسال. وبعد هذا الاختراع بحث الكثير من العلماء في كيفية اختراع جهاز تلغراف لاسلكي يعمل على نقل الإشارات بدون أسلاك، ولكن هذه الأبحاث بقيت مجرد أفكار غير مطبقة على أرض الواقع لعدم نجاحها، وبقي الأمر كذلك لأكثر من 50 عاما. وفي أوائل التسعينيات من القرن العشرين بدأ الشاب غوليلمو ماركوني بإجراء الأبحاث والتجارب المستندة إلى ما قام به العالم هاينريش هيرتز باكتشافه. فقد أثبتت أن الموجات الراديوية أو الأشعة الكهرومغناطيسية يمكن إنتاجها والكشف عنها بواسطة المختبرات العلمية. وأثمرت أبحاث غوليلمو عن اختراع جهاز إنذار للتنبؤ بالعواصف يقوم على مبدأ إصدار الجهاز لرنين عندما يتم التقاط أي موجة راديوية ناتجة عن البرق. يعتبر اختراع الراديو أحد أهم الاختراعات في القرن المنصرم، ولكن كان بأحقية ملكيته محل نزاع بين العالمين غوليلمو ماركوني ونيكولا تسلا، على الرغم من حقيقة أن أول من أرسل بشكل علني وحصري موجات البث الراديوي لمسافات طويلة جدا هو غوليلمو ماركوني في العام 1901. وتجدر الإشارة إلى أنه قد وجد العديد من المحاولات لفعل هذا الأمر قبل قيام ماركوني بذلك. ويعترف غوليلمو ماركوني بأن المستشار التقني الخاص به وهو البروفيسور فيلمينغ هو الذي أعد جهاز محطة إرسال البث اللاسلكي التي تمكنت من إرسال الإشارات اللاسلكية عبر المحيط الأطلسي، وذلك في سنة 1901. كما أن العالم جاكديش شوندرا بوس اخترع جهاز يدعى ميركوري أوتو كيهرر الذي يعد شكلا بدائيا من أجهزة الاستقبال اللاسلكي، وقد حاز على براءة اختراع خاصة به من قبل الجمعية الملكية البريطانية. كما تم استخدام هذا الجهاز من قبل غوليلمو ماركوني في استقبال الموجات اللاسلكية. من هو غوليلمو ماركوني؟ يعتبر غوليلمو ماركوني مخترع الاتصال اللاسلكي عبر التاريخ، فقد حاز على أول براءة اختراع في مجال الاتصال عبر التلغراف اللاسلكي في سنة 1896. ولد ماركوني في مقاطعة بولونيا الإيطالية لأب إيطالي وأم إيرلندية، وهما جوسيبي ماركوني وأني جيمسون، وذلك في 25 من شهر نيسان من العام 1874. وكان هو الابن الثاني لهما، وقد أبدى غوليلمو منذ صغره ميولا واهتماما بالعلوم الفيزيائية والكهربائية، وقاده هذا الاهتمام إلى دراسة واستكشاف أعمال أهم علماء الفيزياء السابقين مثل ماكسويل وهيرتز وريجي ولوج وآخرون. وتنقل غوليلمو ماركوني أثناء تعليمه بين عدد من المقاطعات الإيطالية كمقاطعة بولونيا وفلورنسا وليغورن. لم يكن اهتمام غوليلمو بالعلوم مجرد اهتمام أكاديمي محض، فقد بدأ بإجراء تجاربه العلمية الخاصة في العام 1895، وذلك في منزل والده الكائن في مقاطعة بونتيشيو. ونتيجة لتلك التجارب استطاع غوليلمو اختراع جهاز قادر على إرسال إشارات لاسلكية تمتد إلى مسافة 2.4 كيلومتر تقريبا. ثم انتقل برفقة جهازه إلى إنجلترا في العام 1896 ليتعرف هناك على رئيس مهندسي البريد الإنجليزي ويليام بريس، ليلقى هذا الجهاز نجاحا كبيرا هناك. وعقب ذلك بعام واحد أسس غوليلمو شركته الخاصة التي أسماها Wireless Telegraph and Signal Company، ثم قام بتغيير مسماها إلى Marconi's Wireless Telegraph Company. تطورت قدرات جهاز البث اللاسلكي الذي اخترعه غوليلمو ماركوني، فأصبح بالإمكان إرسال البث إلى مسافات تقارب 20 كيلومتر. وفي نهاية العقد التاسع من القرن التاسع عشر قام غوليلمو بتأسيس اتصال لاسلكي بين كل من فرنسا وإنجلترا، وذلك عبر قناة البث الإنجليزية
وأسس العديد من محطات البث اللاسلكي في مدن مختلفة كبورنموث وجزيرة وايت وغيرها من المناطق. يوجد العديد من العلماء والمخترعين الذين ساهموا في اختراع المذياع أو ساعدوا مخترعي المذياع بالوصول إلى الاختراع، ومنهم هاينريش هيرتز. كان هذا الفيزيائي الألماني أول من استطاع إثبات إمكانية نقل واستقبال الموجات الإلكترونية لاسلكا. هناك أيضا إرنست ألكسندرسون، طور هذا العالم السويدي الأصل أول مولد كهربائي لجعل نقل الكلام ممكنا لاسلكيا مقارنة بالتلغراف الذي يستخدم المقاطع الطويلة والقصيرة. هناك أيضا العالم ريغنالد فيسندن. كان ريغنالد فيسندن أول من يبتكر بث الصوت والموسيقى الصافية دون المقاطع الطويلة والقصيرة الموجودة في التلغراف. وأخيرا العالم إدوين هوارد أرمسترونغ، هو مخترع موجة الأفام، وهو أول من اخترع دارة إعادة التوليد وأول جهاز مذياع مضخم للصوت.